أنا علي البراري، أخو حمدي البراري. حبيت نحكي على سليانة كلمتي. سليانة بلاد مهمشة، محقورة، منكوبة، عملونا حقل تجارب، والشباب نتاعها في أران تجارب يجربوا فينا في الأسلحة نتاعهم. نرجع للواقع، في نهار الأربعاء خويا مشى يقرأ، مشى بحذايا كيك صغار كلهم جا كعبة يغرط، مشى يقرأ على روحه. من باس ويعطيه نرجع لي قال لي راه ما قريناش. قلت له حمودة ما لغت بحذايا خويا، فهمتني ما فهمش قراية، اقعد بحذية بعد على الدنيا كلك بحذية في النصب، ما بيعرف شوي غلة يعني، واحنا غلة تفسد ما نجموش نسكر نغطيها، النصبة تفسد. قال لي به قعد بحذية شوي وفت عليه الساشيات. قلت له حمدي خوي ما تعرفه من مبلية من با 200 متر على المرشي، قلت له جيب لي بسيكة ساشيات ويجين. قعد يمكن 10 دقائق وهي ما تسحقش 10 دقائق، ما جيش. تعدي خوي الأكبر منه بعامين، قلت له هاني برا امشي شوف على اخوك راهي الدنيا خايضه وما جانيش. زيت بعث خويا الاخر زيد ما رجعش، ميم با درجي طلبني واحد الحومه قال لي اجي رمى خواتك في الارجونس. مشيت نجي الارجونس نلقاهم قالوا رمى عدوهم لتونس. من غادي بدات القصه، رمى تونس نقعدوا 23 يوم مع خواتي ومع سليانه كامله غادي وربي يعلم بها. مشي عمل زوز عمليات، ومن بعد مشي مع ولاد للضرب ومشهور لفرنسا، ومن بعد زاد رجع لبلجيكا عمل يمكن 4 عمليات. من بعد روحوا به سليانة صافا صافا لاباس، نبدو صاهرين في الصالة كيما هكا، يشد عينيه اللي صار المضروبة يعمل كيما هكا صافا، شد عينيه لاباس عليه يعمل كيما هكا. هاني شفت شوية ضوء، كي يشوفوا شوية ضوء نعدوا احنا فرحانين. غدويكا يعمل كيما هكا ما عادش نشوف الضوء، تولي عبارة ميتة في الدار. باه نهار من نهارات نفرع في وراق، وشنو حمدي هذوما جبتهم معاك من فرنسا شنو الأوراق هذوما؟ قال لي راهو هذايا رابور نتاع طبيب. باه أنا بحكم خويا نفسيته تعبت هزيته مشيت لتونس نعملوا في دور. عيط لي بابا، أنا أكبر منه بعشر سنين، عيط لي بابا مربيه هنا. مشينا فما طبيب، قلت والله خلينا نشوفوا الرابور هذا يقراه لنا الطبيب. السلام عليكم، قلت له طبيب امور نفس امور انسانيه راه خويا كذا وكذا يقرا. قال لي خوك راهو عطيه رانديفو في ظرف 20 يوم لازم يعمل عمليه استئصال العينه، خاطر دخلت ابار كيما تشوفوا ابار الرش الكل جا في بدنه في وجهه من مسافه قريبه، راهو يلزمو يعملوا استئصال العينه. روحت البابا ماني فاهم شيء، قلت له بابا راهو كذا وكذا. جرينا مشينا منا جرينا منا ما حب يسمعنا حد باش يعاونونا في العملية، بس معنا حد تلز بابا وبعنا دارنا. تصورها انت الاستثمار اللي عملوا بابا، مشي بيع الدار، ناس بيع ديارها باش تقعد ولادها، ونحن بابا بيع الدار باش عملنا عملية لخويا نحولوا عينيه. خويا يفهم شوي، يحكوا الطبة في بيناتهم ونحولوا الفاصمة. قالوا هذايا بحكم الرش عملوا المادة في عينيه، رأي عينيه الأخرى تمثل بالمادة، راو من با 7-10 سنين وكم العينيه تسقط ويدي جان قصة تنظر. طفل كي سمع الكلمة ذيك نفسي تتحط من جملة، هزوه السونتر متاع الأيتام بحكم هو مينور 16 سنة. الأيتام هذوما اللي ما عندهم سند، ما عندهم شكل يتلها بيهم، مجهولين الهوية باش تلها بيهم. الوليد دخلوا خرج في الحل، مال في يحكي معنا بالتليفون، قعد بريود يحكي معنا بالتليفون وما يقروا فيه لهين بيه، فهمتني كذا. من بعد إذا حسيته تبدل، أخزر أنت حط روحك عينه كيفاش 16 سنة ما شاف شيء من الدنيا، عينه شحمة شحمة، هاي من هنا الصورة أوضح، أخزر عيني كيفاش شحمة. بيه عملنا المستحيلات، معارفنا أقاربنا جروا في جرته وحبوا يحيطوا به نفسانين كذا، طفل خاطر ما قبلهاش، ما قبلش الشوك اللي مش يعدي بقية عمره، مش وصل مثلا 22 سنة مع شخص ربعينيه. عنا تو عام بالضبط، عام كل مرة يجينا واحد يقول راني شفته في البلاصة الفلاني، شفته في المحطة الفلاني، شفته في القهوة الفلاني، بحكم احنا سليان أكثرية تعيش في فرنسا ولاد عمتي وكذا. به لال محمد رسول الله اخر مره راقد في محطه نتاع تران، جو سرقوا له ساكوش نتاعو، في باسبور، في تليفون، في فليسيت، ما عنده حد شيء. عندنا عام ما نعرف عليه حد شيء. انا نطالب الدوله هذه
كدولة قانون كمؤسسات يجيبوا لي خوي خوي ليزي تحطم في عيني وتحطم في نفسيته ونعرفه عليه حد شيء ونطلب منهم وما كي ضر وضريتوه وما صلحوا شوي صلحوا شوي خاطر عبيد عطت عينيها فما عبيد ري ما تخزرش فما عبيد ري ما ترقدش انت زعما يا مسؤول يا رجال الدوله زعما انت كي قاعد في الصاله او تتفرج فينا وليدتك بحذاك انت كي تشوف خوك ولا ولدك كيما هكا زعما يجيك نوم ترقد زعما ضميرك يلي امرت بالضربان ولا ما ضربتش ولا كذا ولا حتى انت مسؤول تنجم تعمل حاجه تفيد ولاد سليانه وتفيد وليداتها اللي تعمت عبيد ري سقطت عز حاجه عندها ما فهمش مظهري كان فما حاجه اعز منظر ناس راي عينيها مشت احنا رانا كدار عائله من كوبا اصبحت انا نعاني في قضاء ربي ونعاني في قضاء خيوتي ونصرف على دارنا وكيري ب 300 دينار فهمتني علاش ما ندريش كنا عايشين محلانا مريقلين ما ندريش وعلى فكره نحب نشكر زوز من الناس هما اللي وقفوا مع خويا وحاطوه نفسانيا سي احمد الشافعي وسي الهادي العطياوي هما اللي وقفوا مع خويا وربي يبارك لكم.